for each of us, there's a moment of discovery. We turn a page, we raise a hand. And just then, in the flash of a synapse, we learn that life is elemental. And this knowledge changes everything. We look around and see the grandness of the scheme. Sodium bonding with chlorine. Carbon bonding with oxygen. Hydrogen bonding with oxygen. We see all things connected. We see life unfold. And in the dazzling brilliance of this knowledge, we may overlook the element not listed on the chart. Its importance so obvious, its presence is simply understood. The missing element is the human element. And when we add it to the equation, the chemistry changes. Every reaction is different. Potassium looks to bond with potential. Metals behave with hardened resolve. And hydrogen and oxygen form desire. The human element is the element of change. It gives us our footing to stand fearlessly and face the future. It is a way of seeing. It gives us a way of touching. Issues, ambitions, lives. The human element. Nothing is more fundamental. Nothing more elemental. قبل ما نبدا نحكي على الفيديو هذا حبيت برك نعبر لكم باللي يحصل لي شرف نوقف اليوم تولكم كامل باش نحكيوا على موضوع اللي راكم كامل تعرفوه باش نحكيوا على موضوع اللي اي واحد منكم يقدر يجي لهنا ويتكلم عليه. انا الدومين تاعي جيني الكتريك الكترونيك بصح اليوم ما جيناش نحكيوا على هذاك الشيء. اليوم جينا نحكيوا على ليجان على شباب على المصغر. دركا الفيديو هذاك اللي هذا وين شفناه يعجبني بزاف. علاش يعجبني هذا الفيديو؟ خطرك شي خلينا نشوفه مع الحياة هذه من زاوية واحدة أخرى، نشوفه معها من ديمونسيون واحدة أخرى. كما راكم تشوفوا كاين دي زيليمون بار اكزومبل الأكسجين الهيدروجين والكربون. هادو لي زيليمون كما يتحدوا يعطيونا الماء اللي نشربوه، الهواء اللي نتنفسوه، والماكلة اللي نعيشوا بها. نشوفوا باللي كل شيء راهو كونيكتي. وقبل ما نغيسوا في هذا لي رياكسيون كيميك، من الممكن ننساو واحد ليليمون هكذا في الطابلو بيريوديك لي بزاف امبورطون. لو كان ما يكونش هذاك ليليمون حتى رياكسيون كيميك ما تكون ناجحه، وما يكون حتى انتاج لحتى شيء من حتى عمليه لي راهي تصرا في العالم هذا من بكري. ليليمو هذا هو الانسان كما عرفوه ثم، ولو كان نزيدوا هذا الانسان هذا الطابلو بيريوديك ثم نعرفوا انه الحضور تاعو اساسي. لهنا في الجزائر باش نقدروا نعوضوا هذا ليليمو نقدروا نعوضوه بعنصر الشباب، لانه مهما تعدت المعادلات لهنا تاع الجزائر في التنميه، مهما تعدت استراتيجيات اللي راح نرفعوا بها الاقتصاد، مهما تعدت خطط العمل والمشاريع اللي راح تقوم بها الجزائر في المستقبل، لو كان ما يكونش فيها الشباب ما راحش يكون عندها معنى وما راحش تلحق. دركا نتكلموا على الشباب. شكون هذو الشباب؟ وشنو هما الحوايج اللي لازم يتوفروا في الانسان حتى نقولوا هذا انسان شاب؟ كاين التعريف الكلاسيكي اللي يقول لك الشاب هذا هو اي واحد ما بين 18 و 35 سنه. وكاين لهنا اللي ما يعجبهمش الحال في الجزائر راكم على بالكم، يقول لك زيد طلعها الربعين. لهنا في الجزائر ديفوت تلاقى مع عيبات في عمره 70 سنه كيما يبدا يشكي وحنا ولي جون وما داروا لناش وكذا. بصح التعريف تاع الشباب راهو كامل هنا. يوث. Youth is a state of mind. الشباب هذو ماشي في العمر تاعهم، الشباب هذو في الخدمة تاعهم، في وش يديروا، في وش يلحقوا، في الاسبري تاعهم. لي ستاتيستيك يقولوا بلي كاين 70% من الشباب لهنا في الجزائر. عندنا من 62 كنا في 8 ملايين ولا 7 ملايين، دوكا رانا الله يبارك 38 مليون. الأغلبية تاع الناس هذو كيما راهم دي جون. بصح دوكا السؤال اللي يطرح نفسه وراه، دوكا من 70% هذوك احنا رانا شفنا المعادله الكيميائيه في هذاك
الفيديو اللي هذا وينجاز اللي تقول لك بلي لازم لنا دي ريسورس ولازم لنا الناس اللي يسيروا هذو لي ريسورس حتى نتلاقاو مع الطرف الاخر تاع المعادله اللي هو النمو. شحال من 70% من لي جون هادو راهم مستعدين يكونوا جزء من هذيك المعادله؟ دركا السلام عليكم شويه بون، واش هي المعطيات اللي راهي عندنا دركا؟ واش عندنا فوق الطابله؟ عندنا باللي لاي دوله راح تقدم حضاره لازم لها معطيات، لازم حوايج يكونوا كاينين. واش هما الحوايج اللي حاضرين لهنا في الجزائر؟ في لهنا في الجزائر عندنا تعدد العرقي والتنوع، عندنا الشاوي، عندنا المزابي، عندنا القبيلي، عندنا العربي، عندنا لي زوروبيان، عندنا لي راس تاع الدنيا كيما راهم. عندنا بلاد، عندنا اكبر دوله في افريقيا من الشمال للجنوب من الشرق للغرب تبدا تحسب ما تلحقش. عندنا المناخات، عندنا ثلاث مناخات، الا ما عجبتكش الحياه في الصيف وراني عايش انا والبرد والشتاء تقدر تروح تشوي في الصحراء، الا ما عجبكش الحر روح تيزي وزو الخضوريه والجبال. هذو المعطيات كامل اللي راهم متوفرين لنا، بصح حنايا ما لحقناش وما درناش كما داروا الدول المتقدمه بالشباب نتاعهم. دوكا وعلاش؟ وعلاش الجزائر ما لحقتش بالشباب نتاعها كما لحقت الدول الاخرى بالشباب نتاعها؟ وراهو الفرق بيننا حنا وبين الدول اللي لحقت بالليجون نتاعها. عندهم بلاد، عندنا بلاد، عندنا اكبر بلاد في لافريك. عندهم شباب، عندنا شباب. عندهم عباد، عندنا عباد، مش غير عباد، عندنا غاشي تاع عباد. عندهم عقول، عندنا عقول حنا ثاني، عندهم ديزيكول، عندنا ديزيكول. كلش راهو كاين. عندنا ثقافة في هذه البلاد، عندنا تاريخ من آلاف السنين قبل الميلاد. علاش الجزائر من 7000 سنة قبل الميلاد حتى لليوم ما شهدنا لها حتى حضارة؟ ولا على الأقل ربما كانوا كاين حضارات وحنا ما على بالناش بهم. دركا باش نلقاو حل المشاكل نتاعنا لازم نعرفوا شنو هما هذو المشاكل أولا. راح نحكي لكم على بعض قطاعات الاقتصاد لهنايا في الجزائر وراح نمونسيوني شوية من هذه المشاكل. نبدأ بالزراعة، لاغريكولتور. كيما نقولوا لاغريكولتور لهنا في الجزائر مخك ديريكتوم يروح البطاطا القمح من تما، ما عندكش وين تزيد ولا تحبط. معليش نفرضوا بلي لاغريكولتور هذه هي البطاطا لهنا في الجزائر. تيماجيني لامبورطونس هذه كامل نتاع البطاطا، ومن بعد الزوالي يشريها ب 8000 ولا ب 10000. والله القمح والخبز مري رايحه من تزيد، والجزائر مازال تستورد مئات الالاف من الاطنان من وراء البحر كل عام. وين راهو الخلل؟ وين راهو المشكل؟ وين حنا نورمالمون اللي يكونوا البلاد اللي نصدروا لهذ الدول؟ حنا رانا الدوله اللي راهي تستورد من هذوك البلدان، رانا ديبوندو عليهم. وعلاش؟ نروحوا للتعليم العالي. راني سير بلي الماجوريتي تاعكم هنايا ديزيتيديون. في التعليم العالي في الجزائر كاينه واحد الخاصيه اللي ما كانش في بزاف الدول، تعليم عالي مجاني باطل فور فري. كيما كنت تيديو في يونيفرسيتي اوف ميشيغان في امريكا، سقساني ثم جماعه اصحابي قالوا لي شحال تقي الدين تخلص باش تقرا في الجامعه في الجزائر؟ قلت لهم خلص زيرو دينار. ما دخلتهمش في البال هذه زيرو دينار هذه. قلت لهم اون بلوس الماكله باطل، رقاد باطل، تريسيتي باطل، الماء باطل، وعندنا لابورس. أيا كيما قلت لهم عندنا لابورس، غدوة جاو لي يا ربع عباد قالوا لي تاقي غدوة نصطاليو عندك حابين نديو ديبلوم من الجيري. بصح البروبليم اللي ما على بالهمش به، ما قلت لهمش بلي لابورس 4000 دينار في 3 موا، وما قلت لهمش بلي ندير لاشين 30 مينوت في الريستو باش نتلاقى مع واحد لابلا. واش نحكي لكم؟ ما نبداش نكومونتي. ما نبداش نكومونتي على هذاك لابلا باسكو عايشني 5 سنين. نرجع له الخير نتاعو. في الجزائر رانا اكثر من 2 مليون طالب جامعي، اكثر من 150 الف طالب بيدخلوا الجامعه كل عام. دركا واش قدمت الجامعة للجزائر؟ هل المشكل فينا حنا لي زيتيديون اللي ما نقراوش؟ ولا المشكل في الجامعة اللي ما تفورميش؟ وهذوك لي ماجور دو برومو اللي يخرجوا من الجامعة كل عام،
كامل اللي قابلوا الحيط وما يخدموش. وهذوك لي بروف اللي راحوا قراو في ليترونجي وجابوا لي بياج اللي وحبوا يرجعوا لهنا الجزائر ويقريوا ولاد البلاد، علاش ما فاليداولهمش لي ديبلوم؟ وعلاش كاين اللي يطلع العام بالعامين في الجامعه لهنا في الجزائر؟ وعلاش اللي يطلع العوام تاعو برا طراباج كيما اكزومبل في الحي؟ وين راه المشكل؟ وين راه الخلل؟ وين نفرحوا كيما تكون عندنا جامعه لهنا في الجزائر كلاسات 1699 وهذا هو افضل كلاس من كلاسات الجامعه الجزائريه ملي بدات الجامعات الجزائريه في 2011. وين نفرحوا على حاجه كيما هذه وإحنا عندنا اكثر من 100 جامعه في الجزائر وجامعه واحده ما قدرتش تكلاسي؟ ما فيناش جامعة واحدة تصلح، ما فيناش جروب تاع ديزيتيديون يصلح ويقرا. ونراه المشكل، راني نسقسي فيكم، ونراه الخلل. لما نروحوا للاقتصاد، نروحوا للصناعة، دوكا حبيتكم تشوفوا على اليمين على اليسار، شوف الفوق لتحت، الله يسهل، جيب لي حاجة مكتوبة فيها ميد إن ألجيريا. يا حوس عندك دزوكم، طروة. الصباط قرعة تاع الماء تبالي من غير الصباط قرعة تاع الماء والله حمود بوعلام ما كانش حاجة نقدروا نفوخوا بها. كل شيء اللي راهو لهنايا في الجزائر جاي من وراء البحر، حتى المازوط وليسونس اللي نحطوه في الطوموبيلات نتاعنا جاي من وراء البحر، على الرغم من أن الجزائر دولة مصدرة للبترول. هل هذا نورمال؟ والسيارات هذو اللي نمشيهم بليزوط وليسونس هذو منين جاو؟ كاين بعض العوام اللي الجزائر تستورد فيها اكثر من نص مليون سياره في العام. تبالكم هذه حاجه نورمال بلي بلاد كيما الجزائر ما فيهاش وزين يقدر يخدم طوموبيل كيما الناس كيما الدول الاخرى؟ وين راهو الخلل؟ وين راهو المشكل؟ لما نتكلم على الحاله الاجتماعيه وربما راح نهضر حوايج ممكن شويه ما يفرحوش، راح نهضر على الدخل الفردي للمواطن الجزائري. تيماجينيو بلي في البلاد هذه مازال كاين ناس 1,800,000 في الشهر معايش العائله تاعو اللي فيها ربعه ولا خمس ولاد ولا بنات. وين حبيتو نمشيو بلاد اكزيستيو فيها هذا العباد؟ انا دي فوا ندير لي تراجي من العلمه للاوراس. وكل ما نمشي في الطريق هذيك، بون ما نحكي لكمش على الطبيعه ولا الهيبه تاع الجبال، كل ما نمشي في هذيك الطريق كاين واحد الناس ولاد صغار ما يفوتوش الصيام والبريمار يوقفوا الطريق هازين بيضه في يديهم. يبيعوا في هذاك البيض هذاك تحت الشتاء تحت النوم في الصيف في السخانه في وقت نروح نلقاه وفي كل الاوقات باش يجيبوا وقيله مصروفه يقراوا بها والله يصرفوا على ارواحهم والله يعاونوا بها ارواحهم شويه. تبالكم حنا نقدروا نافونسيو في البلاد هذه لو كان مازالوا هذو الناس اكزيستيو. ثاني دارني رمو كنت رايح من بومرداس لسطوالي بعد عييت بزاف في الترونسبور سيرتو كيما تركب من تما من باب الواد ويفوت على البحر وكل شيء بزاف كومبرومون سخانه عييت. قلت بابا هذا اللي مش راليش طوموبيل والناس كامل راهم جي في يكون وكل شيء وبديت نشكي حتى تلاقيت مع واحد طفل في عمره 14 سنه كان معايا في البوس. سقساني قال لي على واحد البلاصه في سطاوالي وين؟ سقسيتو الطفل انا قلت له منين راك جاي؟ واش راك دير؟ واش راك تعمل؟ اكون تيماجيني الطفل هذا جا من تيارت ما يقرا ما يدير والو، جا من تيارت حتى لسطوالي باش يخدم باش يعاون دارهم. وين حبيتو نمشيو بالبلاد الا كان الناس كيما هادو مازالو اكزيستيو؟ دوكا وين راه الحل؟ الحل حسب ما راني نشوف ممكن يكون في نفس المصدر نتاع كل هذه المشاكل وكل هذه الهموم اللي هو العقل والقلب. دوكا تبان لكم لو كان يكون عندنا القلب باش نخدموا الجزائر هذه ونوصلوها ونلحقوها ما نوصلوش وما نلحقوش. لو كان يكون عندنا العقل باش نخطو باش نعملوا استراتيجيات باش نديروا خطط عمل باش نوقف بهذه البلاد هذه ونوصلوها وين جامي لحقت من قبل، تبالكم مش ممكن غدوه الجزائر نشوفوها كما مش راهي اليوم؟ كل شيء ممكن يتغير، المهم العقل والقلب. خطرك شلو كان ديروا القلب لو كان ديروا الاراده نقدروا نبدلوا كل شيء.
الحوايج اللي لازم نقوموا بها دوكا هي التضحيات، لانه كل شيء متوفر لهنا في البلاد هذا، ولو كان ما نضحيوش حنايا دركا الاجيال اللي راهي جايه من بعدنا ما راهيش راح تعيش. على بالكم الجزائر هذه من الاف السنين قبل الميلاد هما يضحيوا عليها جدودنا، ما لازمش نكونوا حنا الجيل اللي يحط حد لهذيك التضحيات واللي يدمر هذه البلاد. ماذا بينا نكونوا حنايا الجيل اللي يقدر يقلب صفحه اخرى للجزائر هذه، يقدر يقلب صفحه الغد، صفحه جزائر المستقبل. وقادرين، علاش قانا قادرين. على الرغم من ان حكينا بزاف على الحوايج نيجاتيف ورانا لهنا في ايفينمون تام تاعو بوزيتيف اكشن، الجزائر فيها ثاني الخير وفيها ثاني بزاف الناس اللي قادرين على شقاها. كنشوف الطلبه الجزائريين كامل كما يروحوا ليترونجي يكونوا ماجور دي برومو في ليزونيفرسيتي تاعهم. الجزائر عندها اطباء بارتو، عندها باحثين بارتو، في الشركات الاجنبيه الجزائريين ديما يحكموا مناصب مرموقه. الجزائر عندها الماتيير كريس، عندنا الماده الرماديه، نقدروا نخبو نقدروا نلحقوا، لازم برك نأطروها ونقنوا الخدمه هذه اللي رانا نخدموا فيها حتى نلحقوا. الجزائر ما زالت دوله صغيره وما زالت دوله خصبه. ما تقولوا ليش الجزائر بدات من 62؟ في 62 ما جبناش الاستقلال، في 62 استرجعنا السياده الوطنيه. الجزائر هذه لازم نخدموا على جالها، راهي مازالت خصبه. الحاجه اللي تزرعها في الجزائر هذه تنبت، اي مشروع نحطوه ممكن ينجح في الجزائر. دوكا الشباب سيرتو خريجي الجامعات ما لازمش برك نبقاو نحوسوا على الحقوق نتاعنا والراهي. انا كيما نخرج من الجامعه ما لازمش نروح نحوس على خدمه الا كان لقيت والله ما لقيتش. لازم نخمو تخمام واحد اخر، تخمام تاع الوقت هذا. لازم نخمو ونجيبوا افكار اللي تخلينا احنا نكريو الخدمه هذيك، اللي تخلينا احنا نزرعوا مشاريع لهنا في الجزائر. المشاريع هذه اللي ممكن تنجح ونفسها تكري مناصب شغل لناس اخرين اللي ما عندهمش الخدمه. في الجزائر نقدروا نلحقوا. في الاخير عندي بعض التساؤلات اللي حبيت نخليكم كامل تجاوبوها اذا كان قدرتوا. ان شاء الله الاستفاده اللي استفدناها اليوم ما تبقاش لهنا في الصاله هذه. كما نخرجوا من الصاله هذه راح ننشروا واش تعلمناه لهنا ولا الافكار اللي عجبتنا مع كامل الناس اللي نعرفهم حتى تتعمم الفائده. والاسئله اللي بقات لي نطرحها هي لو كان ما نخدموش دركا تيماجينيو على 30 40 ولا 50 سنه واش راح يصرى لنا؟ شكون اللي راح يتهلا فينا كيما نكونوا شيوخ؟ نسقسيكم، احنا صح نحبوا الجزائر، علاش نحب الجزائر؟ هكذا يعمل. لو كان مش دركا وقتها، لو كان مش حنا شكون؟ لو كان مش بالخدمة والعقل والإرادة والعلم والقلب كيفاش؟ شكرا.